مشاهدينا وين ما كنتوا بدي حييكم وبعرف منشغلين بأمور كتيرة غير أمورنا اليومية اللي تعودنا عليها واللي هي تحديات يومية أمام الشعب اللبناني. ففيروس الكورونا اليوم عم يشغل بال أكثر وأكثر من اللبنانيين، وبالتالي وكأن صار إلزامي وين ما منكون موجودين لازم نعقم إيدينا، لازم ننتبه. وعلى كل حال امبارح قلت هيدي أهم علاج لعدم التقاط فيروس الكورونا هو المسؤولية الاجتماعية وهو النظافة اللي بتفرض علينا ناخد كل الاحتياطات حتى لا نحن ننصاب ولا نسيب يلي حوالينا، على أمل أنه طبعا كل الجهود المبذولة توصل لنتيجة واحدة نخفف أقل ممكن من الإصابات في لبنان، وبالتالي ما يكون عنا تابو، خليها تكون شغلة واضحة حتى نساعد أكبر عدد ممكن. نحن أكيد بالبداية مع المعلومة. أول معلومة، مكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل أصدر منذ بعض الوقت بيان بيقول فيه بناء على توصية وزير الصحة وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتضمن ضبط حركة الطيران والسفر مع الدول التي تشهد تفشي فيروس الكورونا، ونظرا للضرورة القصوى عمم وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور ميشيل نجار قرار حمل الرقم 104 بوقف النقل جوا وبرا وبحرا لجميع الأشخاص القادمين من الدول التي تشهد تفشيا لفيروس الكورونا: الصين، كوريا الجنوبية، إيران، إيطاليا، وعند الاقتضاء دول أخرى تحددها لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس الكورونا، على أن يستثنى من ذلك فقط المواطنون اللبنانيون والأشخاص الأجانب المقيمون في لبنان. وهون بين هلالين عم بلفت لموضوع المواطنين اللبنانيين، لأنه اليوم كتير انشغل الرأي العام اللبناني ب 47 طالب لبناني وصلوا من إيران اليوم على طريق البر، وصار في أسئلة كيف فاتوا ولي فاتوا إلى ما هنالك، صار في فحوصات لل 47 اللي عرفته، وبالتالي هذا القرار بيستثني كل المواطنين اللبنانيين والأشخاص الأجانب المقيمين في لبنان. وبكمل البيان: بناء على ذلك كلفت المديرية العامة للطيران المدني تعميم القرار على جميع شركات الطيران ووجوب تطبيق هذا القرار ووقف رحلاتها من المناطق المذكورة إلى مطار رفيق الحريري الدولي بيروت، باستثناء الرحلات التي تنقل حصرا المواطنين اللبنانيين والمقيمين في لبنان. يسري هذا القرار بصورة استثنائية ومؤقتة لحين صدور قرار لاحق يلغيه أو يعدله ويبلغ حيث تدعو الحاجة. كمان بمعلوماتنا لليوم، نظرا للشح الحاصل بتأمين الطوابع المالية، وجهت هيئة إدارة السير والآليات مذكرة إدارية لجميع أقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات والآليات النافعة في الدكوانة وكافة المناطق، طلبت فيها استيفاء جميع الطوابع المالية انطلاقا من 2 أدار 2020 بإيصال مالي، وذلك للمعاملات المتعلقة بالاستحصال على رخصة سوق لأول مرة 25,000 ليرة لبنانية، تجديد رخصة السوق 10,000 ليرة لبنانية، طوابع المالية المتعلقة بالتسعير على مختلف أنواعه وعقود الرهن 4,000، كافة المعاملات التي تستوجب استيفاء طوابع مالية، وذلك باستثناء المعاملات التي تؤول إلى تسليم مستند رسمي لصاحب العلاقة، يعني رخص نقل، رخص سير مؤقتة، شهادة أنقاض. ويعني هذا الأمر أن المواطنين سيقومون بتسديد قيمة الطابع على الصندوق وفقا لإيصال مالي ودون الحاجة لشراء الطوابع اللازمة من المعقبين وبأسعار أعلى من تلك التي تحددها الدولة. بيتم تطبيق إذن هالمذكرة انطلاقا من 2 أدار 2020 وحتى إشعار آخر. اتصالاتكم مشاهدينا على 04-444-444. باخذ أول اتصال لليوم. ألو؟ 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 تفضلي مدام. مدام تفضلي. ألو، بونجور. بونجور. مواطنة لبنانية معك. نعم.
أنا حب أسأل عن تليفونات يلي إذا ابني أنا بدبي وإجا وعطاني تليفون كان معه هونيك عم بيستعمله. بيجيكي تليفون اتصال؟ نعم. بيجيكي اتصال مفروض تروح تدفع عليه ضريبة رسم. مفروض هل بالقانون الجمرك مفروض ادفع عليه ضريبة؟ هيدا متاخد القرار من سنتين مدام، وكتير حكينا فيه وحكينا الجمارك وحكينا وزارة الاتصالات وتوضح عدة مرات. لبنان أخذ هذا القرار للأسف، يعني أنه نحن وين ما منسافر بدول العالم ما حدا بوقفنا ولا حدا بدفعنا ولا حدا بيبعث لنا أي شيء ندفعه. عنا بلبنان فقط في لبنان، وخصوصا إذا كان يعني تليفون واحد، مش أنه واحد جايب وثقة وبدو يتاجر فيها أو شيء، لا، لما بكون في أنا سفرت وضيعت تليفون اضطريت اشتري تليفون، يعني لازم أوقف وأدفع جمرك عليه. وما بعرف إذا رح تلتغى، بس ما بعتقد مدام، مبدئيا ساري المفعول لحين ما بعرف اي متى. باخذ اتصال اخر. الو بونجور. بونجور. معك شرب الانطون. اهلا مسيو. صار لي من 2018 قدمت على طلب مي بمنطقه مشمش. انا عملت كل الاجراءات القانونيه، رخص والى اخره. نعم. والفكره انه الخط الاساسي ضائق بالارض عندي. نعم. وما كانوا يعطوني من الأساسي. رجعت بيروت، بيروت جبال، جبال بيروت، سنة ونص اللي بركود، وقلت لهم رح أحكي عليهم، قالوا لي معك حق وكل شيء قانوني، بس ما فينا نعطيك مي. ليه؟ بدهم يعني أسرق. حلو. لأنه الخط أساسي، وفي على فكرة اللي بوجه هن اثنين أخذين من الخط الأساسي، تبين معي بعدين أنا وبتطلع، قلت لهم قال هودي أخذين من قبل، هلا هلا غيرنا رأينا، ما بقى نعطي الأساسي. شو هالحكي؟ 100%. حلو. أنا مسؤول عن حكي. قليلة. عندك رقم الطلب؟ 1923. اف اوكي. مش حد عناية شيك جبال 100%. رجعت بالمؤسسة العامة او فقط بجبال العامة بيروت؟ حكيت معهم كلهم بالدور مع اساميهم، حتى حكيت للمدير المسؤول وقال لي معك حق، بس هلا ما فينا نعمل لك شيء. بكل بساطة قلت له انا بدي، ما بدي اسرق مي، بدي مي لي سنة ونص عم بتعذب، ما بدي ادفع مصاري تبرطل وبهدله، يعني من الاخر ما بعرف، يمكن فهمت علي. يا غريب. انا بدي اشتغل بالقانون اللي حق، وعامل كل شيء، رخصي خلصت وعمرت وقعدت، وبعدني لهلا عم بشتري مي، والخط ضارب بالارض عندي مبين الاسطر، يعني في ياخذ منه سعر اللي بدي، بعد لهلا ما اخذت مي وما بدنا نغلط. بس بدي اقول لك شغله، انه هن بيعلموا الاولاد، بيعلموا الناس ما تكون شرعيه وضمن القوانين، وبالنتيجه خلي يتاخر واحد عن دفع المي ولا شيء بيقطعوا له المي وبيشيلوا له العيار كمان. بس انه ناس بسمنه وناس بزيت، يعني شتي وصيف تحت سقف واحد، قاطعه بارضك وجيرانك اثنين اخذين منها وانت بطل يحق لك، يعني معلش. ما هو ليه بحطوا مدراء عامين؟ لانه بدوروا الزوايا، لانه بيلاقوا حلول، من هيك بميزون. وقال لك كان كل واحد، يعني ما في لا مدير ولا رئيس ولا وزير ولا حدا بيكون، لانه موضوعين هالمسؤولين حتى يطبقوا القانون وحتى كمان يدوروا بعض الزوايا، لانه هن اهميتهم يقدموا الخدمه للبنانيين بالطريقه الشرعيه. يعني أنا ما عم بعني مسيو جبران، جون جبران أكيد لو عارف فيها ما رح يرضى فيها، بس أنا عم بقول لما بيحطوا مسؤولين هن حتى يدوروا الزوايا وحتى يلاقوا بعد الحلول، ما تكون الأمور حتى القانون قد ما يكون جاف بضم فيه إله مخارج ضمن القانون، بيريح المواطن وبيريح الخزينة تبع المي كمان. أنا بشكرك على كل حال، ورح أحكي مسيو جون جبران شخصيا فيها. كمان اتصال. ألو. ألو. ايه بونجور. بونجور، يعطيك العافيه. اهلين. بس انا في موضوع اليوم فاجئني، كنت ببعض على عند مستشفى الحكومه ببعض. نعم. في هنيك في محلات، في باركينات، وفي على الطريق العام كمان في مواقف، يعني بيقدر يصف فيها المواطن العادي. ايه. جيت عم صف، بيجي تبع البلديه بيقول لي لا ممنوع. قلت له طيب ليش ممنوع؟ يعني واقفين كمان عاملين انه هيك صار يلحقني انه وين بدي اوقف، بس كرمال انه نوقف العالم بس بالباركين هيك. يعني شيء غريب اليوم ببعضه، يعني شرطه البلديه منتشره، يعني مطرح فيه وقف المواطن بيقولوا له لا ما فيك توقف. بيقول لي هيدي منطقه عسكريه للعسكريه، شو عسكري؟ وبعد رحت انا عملت شغلتي ورجع لقيت سيارات عادي صفها، وبلديه هيك وبلديه هيك وبلديه هيك، يعني ما كانوا صفين وقتها انا صفيت. ما دام عسكريه ليش عم تخلي البلديات تصف؟ اكيد على كل حال، يعني وقت اللي بده يكون ممنوع صف بده ينحط هيدي الاشاره، تنوضع انه هون ممنوع الوقوف. منطقه عسكريه بيكونوا حاطين او بحطوا منطقه عسكريه، بس انه بحط لي عنصر من البلديه هيك على ذوقه بيوقف البدويه والمبدويه ما بيوقفوا 100%. بعدين شرطه البلديه بتامن يعني هي بدها تسهل للناس امورها، مش بدها تعامل الناس ناس، برجع بحكي ناس بسمنه وناس بزيت كمان. كيف بس في موضوع تاني بعد. نعم.
ألو. إيه عم بسمعك. إيه في موضوع بخصوص التنظيم المدني. إيه. أنا من منطقة بعكار. أوكي. في عقارات كتير عليها هناك اختلافات وهيك، بس التنظيم المدني والمسؤولين هناك عم يشتغلوا على زون. يعني كان في إلي أنا حصة بعكار، بيقوم تنظيم مدني بيزبط له وراء لأحد أحد أشخاص ما لهم بالعكار وبيبيعه من العكار وبيخليه يعمر فيها وهو منش من وجه الحق. هيدا مين بده يتابعون؟ وين أخذوا القرار؟ أي مكتب تبع طرابلس أخذ القرار هيك؟ ما بعرف مين أخذ بالعكار، هي بعكار حلبة تنظيم المدني. في تنظيم مدني بحلبة؟ إيه في تنظيم مدني. وأنت تشكيت يعني بينت إنه هيدا أرض؟ أنا بعت حصتي لأنه بس قبل ما بيع حصتي كان في هيك وما بدي وجع راسي، بس إنه عم راجعه بيقول لي ما هون هون عم راجعه بغير أرض بغير قسم، كيف بدي ظبطها؟ والدولة كتير يعني مثلا عم تعمل لي حصر قرص، انا ما عند مش كامل العكار لي، ما بتفرز لي حصتي، يعني هيك كتير مواطنين عم بيعينوا منها. يعني انا عملت حصر قرص ودفعت وكل شيء، بيجي لا بدي اخذ حصتي بدها تدفعني بعد، وحاطين هني للاسف بيقول لك انه تم كل شيء بالماليه هون بعد دفعت بعدها وكل شيء، وفي انتقل بتجي لروح اعمل الانتقال بيقول لي لا بعد بدك تدفع. يا اخي شو عم بدي ادفع انا على شيء ما فيني، الدوله لا بتسمح لي لا بتعطيني افرزه ولا بقدر استفيد منه، انه هي لازم الدوله عن جد تتحرك بالامور انه ادفع ادفع ادفع، بالنتيجه بعد الارض مش باسمك، بعد ما صارت الارض باسمك بعد شوي. لا ما فيها تصير باسمي، يعني لا افرزها لا تصير لي انا اسهم فيها، يعني مجبوره الدوله تفرز لي اياها لا تصير باسمي، لا بقدر انا استفيد منها وغيري مش قصتي كمان. اكيد 100% يعني بقدر اخذ قرض، هون الدوله عم تستفيد، اذا اشتغلت فيها كمان الدوله صارت عم تستفيد عم تاخذ ضريبه، اذا بدي اعمر يعني الدوله بتاخذ ضريبه مني وانا ما فيني اعمل فيها شيء. لا معك حق، يعني هلا طبعا الدوله المفروض تسهل الشغله على المواطنين، بعرف انت عم تحكي بشكل عام. بتمنى تنظيم المدني يتابعوا وبعطيك رقم العكار، رقم العكار 1747 راح بعكار. اوكي اهلا وسهلا فيك، فاصل ومنتابع. منتابع الحل عنا بياخذ اتصال كمان. الو 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 ايه تفضلي. ايه بلشت تفضلي. دعايات هلا. تفضلي مضطرين يكون عندنا دعايات حتى نستمر. تفضلي. ألو. تفضلي مدام. الو بونجور. بونجور بونجور مدام، اسمعيني على التليفون. أكيد. مش على التلفزيون. على التليفون. وي نعم تفضلي. ايه تفضلي. عم بحكيك. الو بونجور مدام ريبيكا. بونجور مدام، عم تاخدي وقت تفضلي. اوكي مدام، انا منتمية للتعاونية موظفي الدولة. نعم. بدي سؤال انه كيف عمل بياخدوا، كيف عمل بيحسبوا، انا متقاعدة واخدي تعويض صرف وبالتعاونية كل سنة سنتين. نعم. عم بيحسبوا لنا، كنت ادفع اول ما بلشت بالهيدا 260، صرنا هلا بالمليون و13 ندفع المساهمة، ما بدنا استفسار لإلها هذي، كيف عم يحسبوا؟ نحن سلسلة الرتب مش لحقتنا. اوكي تكرم عينك، الاسبوع الجاي بعطيكي جواب. اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو قطع الخط. اتصال اخر. يعني بموضوع التعاونية اكيد نحن رح نسأل قديش المساهمة ارتفعت، يعني من 260 الف للمليون و13 الف، يعني اكتر من النص، يعني ثلاث مرات اكتر او اربع مرات اكتر. في اتصال. الو تفضل. بونجور مدام ريبيكا. اهلا بونجور. وحياتك، معك مواطن من لبنان. اهلا وسهلا. لهلا ليش وين بدك تروح؟ بدك تستغني عن جنسيتك وهويتك؟ ما هني اجباري عم يجبرونا انه لا 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 لا، ما حدا بيجبرنا، قاعدين عم نخيرهم، هيدي بلدنا. ان شاء الله ان شاء الله حنخبرك شو هيك بنترك بلدنا؟ قل لي. ايه 100%. انا مع، انا بسافر وبشتغل برا وهون. نعم. فمعي ايفون. اوكي جيت بدي اعمل له جمرك هون لانه بعد 3 شهور ولو تركت البلد بيضل ماشي العداد انه بعد 3 شهور بيقفل. نعم. جينا عم نقول لهم معنا ايفون
عمره الاصدار تبعوله من سبتمبر 2018. نعم. قال اوكي، طلعوا على سيستم لي بون بوست، قالوا لي عليك 545,000. نعم. قلت لهم اوف، له التليفون عمره سنه ونص بالسوق، صار في تليفون تاني من بعده. ايه. قال هي هيك الليستا. برمنا رجعنا وصلنا للجمرك، للهيئه اللي بتطلع الجمرك، وصلنا انه هالليستا بتتسعر من الشركه اللي بيشتريوا التليفونات، يعني بيسعر هو تليفون على ذوقه، حقه $10,000 التليفون، جمركه بيضربها ب 5% 10% شيء هيك. ما بيطلع، حتى مره عملتها مع حدا على التليفون من الجمرك ما بنوصل لل 300,000 ليره. فبدنا نعرف، طيب نحن قابلين ندفع جمرك، قابلين انه يعني جيبنا يلي غيرنا ما بيحط، يعني غيرنا ما بيدفع 100%. يعني بدك تعرفوا انه مين، يعني هل يحق للشركات ان تسعر هي الجمرك على ذوقها؟ هذا السؤال، هذا سؤال. ايه؟ سؤالي انا انه انا معقول ادفع لتليفون مستعمل عمره سنه ونص بالسوق 545,000؟ كمان هذا سؤال تاني، معك حق. اوكي، اهلا وسهلا فيك، بس هودي مش سببين نترك البلد. اوكي. باخذ اتصال كمان. بونجور مدام ريبيكا. بونجور. بونجور مدام ريبيكا. بونجور. مدام ريبيكا عم بحكيكي من الربوي. ايه اهلين. اذا بتعملي معروف صرنا جمعة بلا مي. وين بالربوي؟ وين؟ بالربوي مشروع شارع رقم 11. نعم. كل الشيء. مشروع شرب. نعم. تفضلي. شرب مشروع شرب العبد المسيح شارع رقم 11. اوكي، رجعتوا. انا ما بعرف اذا الربوي كلها بلا مي كمان. مدام بعرف انه نحن صرنا جمعة بلا مي. اوكي، رجعتوا الشركة، رجعتوا حدا، حكيتوا حدا؟ ما حدا برد مدام ريبيكا، هي وزارة الصحة ما بتر... ما حدا برد. اسمعي اسمعي لي، ما حدا برد مدام ريبيكا، انت بتعرفي يعني. لا 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 خليني معك على 3970699، هي لازم يردوا عليكي، هيدا الكول سنتر يلي بياخذوا كل الشكاوى. اتصلتي فيهم؟ مضبوط، عندي اياه. اتصلتي فيهم؟ عندي اياه، وعندي رقم خاص لناس ما حدا عم بيرد عليكي. مش عم من ايمتى؟ لا، اذا مش عم بيردوا خليني اقول اعرف ليش مش عم بيردوا. مش مفروض نتصل؟ ما حدا رد علي وانا مش عارفه ليه. طيب. ضليت ثلاث ايام بهالجمعه، بعدين قطعت الامل، عم تلفن لانتم تردوا علي، قلت طيب. اوصل لك خبر. اهلا وسهلا فيك، انا رح اشوف ليش مش عم بيردوا كمان. الله يرضى عليك. لا، معك حق، هيدا قضية ماي وجمعة، يعني مفروض يكون في بيان على القليل إذا في عطل في تأخير. أهلا وسهلا فيك، صورة اليوم نشوفها سوا. هيدي صورة طرقات يمكن نحن بلبنان كل يوم نشوفها، منصير نتسابق ونتشاطر. طبعا هيدي شغلة مش حضرية، خصوصا انه كل واحد بده مصلحته الشخصيه. حبيتها كثير، وحبيت اني احطها حتى اذكر كل واحد عم بيسوق انه ما نقنع نفسنا انه هيدي شطاره او هيدي عم نصادر حقوق الاخرين. خلينا ننتظم تنوفر اولا علينا حوادث، وثانيا تنامن السلامه المروريه اللي نحن طبعا كلنا بتعنينا. حقوق الاخرين كثير مهمه. نهايه اسبوع مريحه، بتمنى التنين تكون اخبارنا حلوه اكثر، على أمل نلتقى دايماً مع الحل عنا. MTV، إلى اللقاء.